السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ مساكم طيبين. أنا مازن درويش وجعت لكم اليوم بفيديو جديد. في هذا الفيديو راح أكون مستعجل شوي لأن الفيديو متأخر جدا، حثا على طلبات المتابعين إنه في ناس كذا حرفيا قالوا لازم تنزل هذا الفيديو في أقرب وقت. أنا ما راح كنت هنزل هذا الفيديو، كنت مجمع سيناريو لكن ما كنت هنزله لأن تأخرت، حنتظر لين التحصيل اللي بعده عشان يكون في شيء جديد، لكن في ناس حرفيا قالوا لازم تنزل هذا الفيديو في أقرب وقت وإحنا نبغاه. فسو اليوم فيديو راح يتكلم عن التحصيلي. طبعا كلنا نعرف قبل أن نبدأ بداية التحصيل لازم كلنا نعرف إنه التحصيل راح يمر بثلاث أشياء نفس ما سويناها في القدرات راح نسويها في التحصيل، لكن اللي يختلف فيهم هم الاثنين هي طريقة المذاكرة. قدرات تعدينا بثلاث أشياء مهمين جدا، نفس الحكاية راح نعدي في التحصيلي. الثلاث أشياء هم إيش هو التحصيل بشكل عام، وإيش هي المصادر اللي أقدر أذاكر للتحصيلي، وأفضل المصادر بالمرة معها لمذاكرة كتاب التحصيلي، وكيف أقدر أذاكر التحصيلي وأنجز المهام فيه ونسوي جدول مهم لمذاكرة التحصيلي. في البداية خلينا نبدأ أول شيء هو إيش هو التحصيلي. التحصيلي هو عبارة عن اختبار لتحصيلك الدراسي بين الثلاث السنوات اللي درستهم، أول ثانوي، ثاني ثانوي، ثالث ثانوي. تحصيلك الدراسة اللي درسته في هذه الثلاث سنوات راح تختبرهم في اختبار مهم هو اختبار التحصيلي. راح يكون الاختبار على أربع مستويات: كيمياء، فيزياء، رياضيات، وأحياء. وراح نقسم النسب في اختبار التحصيلي في الثلاث سنوات إلى هذه النسب: أول ثانوي راح ناخذ منه 20%، ثاني ثانوي راح ناخذ منه 30%، ثالث ثانوي راح ناخذ منه 50%، مجموعهم كلهم راح يساوي 100%. أما الآن فرح ندخل على أفضل مصادر، والمصادر اللي أقدر أذاكر منها للكتب التحصيلية من وجهة نظر بعض الأشخاص. أول شيء عندك كتاب ناصر عبد الكريم وعندك كتاب المعاصر التحصيلي. كتاب ناصر عبد الكريم راح تقدر تذاكر منه جميع المواد سواء كانت في كيمياء، فيزياء، أحياء. مش رياضيات وش نسوي فيها؟ الرياضيات راح تستبعدها وراح تاخذ كتاب المعاصر في التحصيل للرياضيات لشرح استاذ عماد الجزيري، وهم يقولون انه افضل استاذ يشرح في التحصيل في الرياضيات. اذا راح يكون عندنا كتاب ناصر عبد الكريم وكتاب المعاصر، راح يذاكر كتاب ناصر عبد الكريم الكيمياء، فيزياء، الاحياء، والرياضيات راح تخليها في جنب. كتاب المعاصر تحصيل رياضيات راح يذاكر في الرياضيات مع استاذ عماد الجزيري والذاكره كلها. طب الرياضيات حق ناصر عبد الكريم وش راح اسوي فيه؟ راح اخذ لفه سريعه مراجعه عليه في بعض الاسئله في كتاب ناصر عبد الكريم. اذا مذاكره المواد كلها جميعا راح تكون مبنيه على كتاب ناصر عبد الكريم كيمياء، احياء، وفيزياء. اما الرياضيات راح يكون مراجعه من بعد مذاكره كتاب المعاصر للرياضيات الاستاذ عماد الجزيري. هذه من المصادر ومن افضل المصادر لمذاكره كتب التحصيلي عندك كتابين هذول. طيب راح ندخل الان على شيء مهم جدا وهو عباره عن الجدول او كيف اذاكر التحصيلي. طبعا عندك في طريقه التحصيلي راح تكون طريقه غير شوي عن طريقه القدرات. ليش؟ لانه التحصيلي ما راح تعتمد على عدد الساعات نهائيا، راح تعتمد على عدد الصفحات اللي راح تنجزها في يومك. فانت ايش المطلوب منك؟ المطلوب منك انك تسوي جدول بعدد الصفحات وليس بعدد الساعات. هذا الشيء اللي راح نحتاجه في التحصيلي. كيف؟ راح احط لك الان هذا جدول من الجداول اللي في مذاكرة التحصيلي، وعلى حسب إذا تبغاه في أسبوعين، تبغاه في ثلاث أسابيع، تبغاه في شهر، لأنه اختبار التحصيلي قرب فخذ أقرب جدول لك تقدر تنجزه قبل لا تختبر التحصيلي. وراح يكون هذه بعض التجارب من الناس لما دخلوا اختبروا اختبار التحصيلي، هذه التجارب تقدر إنك توقف الفيديو وتقرأها، تجارب جدا مهمة، ما أقدر إني أقولها لك في هذا الفيديو ولكن راح تكون طويلة جدا، فحبيت إني أعطيكم إياها الصور وتقدروا انكم توقفوا في الفيديو وتقرأوها بعد هذه التجارب على كل اللي سبق وقلته لكم. يمكن هذا المقطع يكون قصير جدا لكن هذا المقطع خلاصه كبيره للتحصيلي وبعض الاشياء المهمه وكيف اذاكر للتحصيلي وكيف اجوي جدول له. يعطيكم الف عافيه على المشاهده، اشوفكم في فيديو جديد واسف على القطعه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، كل عام وانتم بخير بالنسبه لرمضان، والله يديمنا علينا وعليكم بالصحه والعافيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.